يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، وتقرير خارجي لعشرة الصبح في الأهلي. المرة دي احنا متواجدين في الأهلي مدينة نصر، وعندنا تقرير أنا شخصيا يعني حابة جدا تواجدي النهاردة. موجودة بين، عايزة أقول، فئة من المجتمع كبيرة وفئة من المجتمع بنتعلم منها حقيقي. يمكن استضفناهم كتير جدا عندنا في الاستوديو، لكن لما نطلع ونتفرج عليهم ونشوف الميداليات اللي حصدوا عليها، وعندهم مش بس مواهب رياضية، مواهب رياضية ومواهب فنية، حاجة عظيمة جدا. وفي النادي الأهلي حقيقي بيرفعوا اسم النادي وبيتمرنوا وبيجيبوا لنا بطولات وبيجيبوا لنا ميداليات، حاجه حقيقي مشرفه. لكن دي قصه نجاح وراها كواليس كتيره جدا وراها تحديات كبيره جدا، زي ما حضراتكم شايفين، حاجه بجد تفرح. خلينا نعرف كل ده منهم من خلال التقرير التالي. مين بيحب النادي الاهلي؟ أرحب حضراتكم مرة تانية، وناخد بعض اللقاءات من أبطالنا اللي أنا تاني هكرر سعيدة جدا جدا وعندي يعني فخر بيهم حقيقي، وأعتقد كلنا عندنا فخر بيهم. مين يحب يحكي لي كده الأول؟ طب تعالي تعالي، اسمك إيه؟ بصي بقى هنا للكاميرا، اسمك إيه؟ سيدة. أنت واخدة ميداليات كتيرة قوي، أنت بتلعبي إيه قوليلي؟ بإيه مارش وبده دي. أنت بتلعبي سباحة؟ برافو عليك. طيب خليني اتعرف عليك، انت النضارة الشاكة، انا ملاحظة انت شبه احمد رمزي. قالوا لك انك شبه احمد رمزي؟ ايوه بالظبط. انت الميداليات دي بقى عرفنا بنفسك الاول، وقول لنا الميداليات دي في ايه بقى. اوكي، يعني فان ده صراحة يعني فكنت ممتاز، ده اخد بطولات واخد كده الذهب. مثلا انا من ست التيل، يعني فعلا هو ابو زنبابي ام زنبابي اخد تلت بنبوني. ايوه، واخد البطاطا السكريه، واخد تلت النادي. واو كده كتير قوي. انت بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ ده هي محمد سبعه دي مره، وبعدين مشهد تمام، وطلعت ده يعني فانا حمد ياسر ده اسم السينما، يعني فانا على المرشد على فيلم. برافو عليك، احنا كلنا مبسوطين. بتحب النادي الاهلي طبعا. مين اللاعب؟ تعالى بقى، هجيلك. تعال. انت في الكاراتيه. طب تعالى كده قدام، تعرفنا بنفسك برضو الاول. سيف رجول عباس. انت واخد كم ميدالية بقى، ولا دول ربع اللي انت واخده؟ واخد اتنين. طيب احكي لنا، انت في الكاراتيه واحدة في رماد نص، واحدة في زايد. طيب احكي لي، انت بتيجي النادي تتمرن كم مرة؟ بتحب ايه هنا في النادي الاهلي؟ خلينا نعرف مين اكتر لاعب بتحبه كمان في المنتخب وفي الفريق. محمد صلاح طبعا. وفي النادي كابتن عجمي. لا، في الفريق بتاع الاهلي. مين؟ كابتن عثمان، كابتن حامد، وكابتن مجدي. تحب مجدي قفشة؟ مجدي قفشة. محمد صلاح محمد شناوي، محمد رمضان. جميل. طيب تعالي. حاضر، عرفينا برضو بنفسك. انا دعاء اشرف مصطفى. دعاء، اسمك حلو يا دعاء. قولي لنا بقى، سوري، قولي لنا دي ميداليات في ايه؟ دي ذهب في السباحه، وانا واخده ذهب كتير. واخده ذهب كتير قبل كده. ايوه، طبعا. وبحب النادي الاهلي، وبحب كل الكباتن بتاعتي وزوي. وشكرا ليك يا حبيبتي. ده جزء صغير جدا من لقاءاتنا، لسه عندنا لقاءات كتيرة جدا. وفي طبعا برضو فئة أو ناس مش مفروض إن احنا ننساهم، الأهالي، الأم والأب والبيت اللي بيوصل برضو الشخص في الآخر إن هو يكون بطل. أكيد في كواليس كتيرة جدا زي ما كنت بقول لحضراتكم. هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل. ما ينفعش كنا نيجي النهارده وما يكونش لينا هذا اللقاء مع كابتن العجمي محمد، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي، عشان في تفاصيل اكيد حابين ان احنا نتعرف عليها من خلاله. يا كابتن، مساء الفل او صباح الفل حسب بقى، يعني حسب التوقيت.
سعداء بوجودنا النهاردة مع حضرتك بجد، ونقابل كل الأبطال دول من النادي الأهلي، الأفرع المختلفة وذوي الهمم، المبدعين في مجالات مختلفة منها الرياضة والفنون. خلينا نتعرف يعني عليهم من حضرتك بداية، وبعدين عايزين نبص كمان للي جاي، وإزاي قدرتوا أصلاً أن أنتوا توصلوا يعني الأبطال دول للمستوى ده؟ حقيقي حقيقي يعني دي قصة نجاح. والله أنا مش هعيد معاك الكلام اللي احنا قلناه زمان، لكن أنا عايز أختصر كلامي معاك بناء على الكلمة اللي انت قلتيها، احنا ازاي وصلنا بالأولاد دي للمستوى ده. أولا احنا بنحط خطة تدريبية للأولاد، وجميع المدربين بيمشوا على هذه الخطة، بمعنى كل مدرب معاه مجموعة بيشتغل معاها، وبناء عليه في خلال الشهر بيقدم تقرير للمدير الفني ايه اللي وصل معاه للاولاد اللي معاه، وايه القصور اللي موجوده كويس. ونبدا نعدل البرنامج بتاعه عشان يبدا يتقدم، وبناء عليه بناء على الخطه اللي احنا ماشيين بيها دي الحمد لله ربنا موفقنا مع اولادنا، ولسه احنا راجعين من بطولتين يعني بصراحه شرفونا وشرفوا النادي الاهلي وشرفوا كل اولياء الامور ولادهم. كابتن عجمي، يعني احنا من الكواليس واحنا بنجهز وبنصور، انا شايفه الاطفال بيحبوك جدا، وفي لغه تفاهم حلوه ما بينك وما بينهم. برضو انا عايز اعرف الشق النفسي او المعنوي او الابوي، خليني اقولها. شوفي الاولاد دي من 2005، تخيلي بقى يعني دول اتولدوا على ايدك. تخيلي بقى الاولاد ده من 205 يبقى شكلهم ايه. وطبعا احنا روحنا اهم حاجه الاولاد، احنا معتبرين دول اولاد النادي الاهلي اولادنا احنا، صحيح. فبنتعامل معاهم بهذا الاسلوب، واولادنا دي كل ما نديهم حنيه كل ما يحبوكي اكتر، صح. ودي النوعيه بتاعت اولادنا كلها يعني. واكيد راجع برضو للنتيجه الايجابيه اللي بيلاقوها لاولادهم من خلال النادي الاهلي والمشاركه والدعم وغيره، فدي برضو نقطه تحسب اكيد للنادي الاهلي. والله لو اتكلمت على النادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، صحيح، وإدارة النشاط الرياضي والكابتن رؤوف عبد القادر، مش هوفيهم حقهم، هم سبورت لينا وفي ظهرنا على طول، وكل طلباتنا مجابة. حتى لسه آخر حاجة دخلنا نشاط جديد تنس طاولة، ومجلس الإدارة وافق لنا عليه، وحضرنا المدربين وبقوا شغالين فيه حاليا. حلو، أيوة، مزيد من التوفيق، ربنا يوفقك يا كابتن عجمي، ومزيد من البطولات والميداليات بقى باسم النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك جدا. ان شاء الله احنا بنشكركم ان انتم شرفتونا، ان انتم كمان اللي بتدعمونا وفي ظهرنا على طول، وشكرا لكم جميعا. شكرا ليك كابتن عجمي. لما بنتكلم ونيجي نقول النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي، يعني ده بنقوله عن جدارة وعن استحقاق. خليني أعرفكم ببطلة النادي الأهلي، وهي بقى تقول لنا بالظبط هي مشوارها يعني مع البطولات والميداليات الذهبية دي عامل إزاي. وعايز أقول لحضراتكم هي بطلة العالم في الكاراتيه ومن أسبانيا، صح كده؟ صح طبعا. خلينا نعرف الناس الأول، قولي لهم اسمك إيه؟ أنا اسمي سامي عليها، بطل العالم الكاراتيه، علشان انا جبت اول فيها، اول مره واحده بس الكاراتيه، عشان انا خدت بقوه قويه احلى مس الدنيا، وان شاء الله وافرح. انا شايفه ان انت مش بس يعني ميداليه، طبعا دي ذهب، وزي ما حضراتكم شايفين يعني وورلد تشامبيونشيبس، ده بجد يعني بتكلم عن بطولة العالم. وخلينا برضو نتعرف منك على بقية الميداليات اللي حاجة، والله العظيم لو أقول لحضراتكم الإحساس، أنا فخورة بيكي جدا، ومش أنا بس، وكل الناس اللي هي بتتفرج علينا بجد يعني. طب قولي لنا، يعني عايزة برضو الناس تعرف أكتر، أنت بتتمرني كم ساعة في اليوم؟ مين بيجيبك التمرين؟ تحبي النادي الأهلي ولا لأ؟ طبعا أحب الأهلي طبعا، كل تباتي عمر لابوني وشناب كوية وقتم كده التامت، وإن شاء الله ونخش تاني كتير وقلب إن شاء الله. ومين بيجي بقى معاك التمرينات؟ مامتي طبعا وبابايا، هم تابعوا معايا كتير عشان هم يلعبوا، أنا ألعب عشان
كويس عشان أهل أهل مصر. خليني ارحب واعرفكم بابطالنا برضو، او هم خليهم بقى يعرفونا بنفسهم. صح، انت كنت بتقولي عايزه اصور يا طنط، انت كبرتني بس ماشي. معايا الميداليات بتاعتي برضو. احنا عارفينك يا احمد يا طارق، مش مهم الميداليات، هنجي لك حالا. خلينا نتعرف بيك. انا عبد الله عصام، اول جمهوريه واول قاس مصر. انا شايفه ميداليات، وريني بقى الساده المشاهدين ميداليات واحكي لنا. انا اول سباحه واول كاراتيه واول سباحه واول كاراتيه واول جمهوريه. ده يعني ده حاجه كبيره وعظيمه جدا. قول لي انت ازاي قدرت توصل لده؟ تتمرن كام ساعه؟ مين بيجي معاك؟ خلينا نعرف منك بقى. بتمرن في النصر وبتمرن في النادي الاهلي. بتمرن في النادي الاهلي كتير وبتمرن في النصر كتير. ولسه عايزين ميداليات اكتر. ها ماشي احمد، يعني انت كان حلمك قبل ما تيجي النادي الاهلي ومصر كلها حضرت ده وقدام الناس كلها وفي المؤتمر وكابتن محمود الخطيب. طبعا، وقدام الرئيس. ايوه طبعا. كنت بتطلب انك تنضم للنادي الاهلي. خليني بقى اعرف من ساعه ما انضميت لدلوقتي تجربتك والكواليس. خلينا نسمع من احمد بقى طارق، بطل يعني النادي الاهلي في السباحه. طبعا انا بقى يعني انا بطل جمهور، انا واخد مركز ثالث جمهوريه ومركز ثاني كاس مصر، واخد يعني بطولتين والتليتين برضه في السباحه. ده كلام كبير قوي. ايوه والله. طب قولي بتتمرن كام يوم وحبيت النادي الاهلي؟ يعني انت جاي اصلا وكنت نفسك تيجي النادي الاهلي. طبعا. ايه حبيت بقى التجربه بتاعتك هنا؟ طبعا حبيت التجربه هنا عشان كان انا اهلاوي ابا عن جدي. الله. عشان كان جدي رحمه الله رحمه واسعه كان اهلاوي صميم، يعني ورث فيها يعني حب الانتماء للنادي الاهلي. يعني انا سريعا جدا بقى عرفني بيك. اهلا وسهلا. انا مية حرة، كملت مية حرة بنت بريست وكلول 150 حرة. انا اشكر مامتي وبابايا، اشكر ابو علي، انا اشكر بطولة العالم 2004. حبي جدد قوي، شجعني جدا بطل العالم، لازم الاسود بطل العالم. خلينا ايضا نرحب بدكتور محمود فؤاد، المدير الاداري لدوي الهمم هنا بالنادي الاهلي، وفي كلام برضو حابين ان احنا نعرفه منه وكواليس. وزي ما انا كنت دايما بتكلم برضو الشق النفسي والشق الطبي كمان مهم جدا ان احنا نستفسر عنه. يعني صباح الخير يا دكتور في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وطبعا حاجه جميله جدا اللي احنا عاملين في النادي الاهلي بالنسبه للذوي الهمم، اهتمام طبيعي من طبعا من 2005، ودايما النادي الاهلي سباق بالخير وسابق بخطوه دايما جدا مع الولاد دول. الحمد لله عندنا جميع الامكانيات لمجلس الاداره واداره النادي واداره النشاط الرياضي اللي موفرها للولاد ذوي الهمم. احنا يمكن عملنا لقاءات معاهم واتكلمنا معاهم واتكلمنا مع اهاليهم وامهاتهم، حاجه جميله جدا وهم مبسوطين جدا، وفي روح حلوه ما بينهم وما بينكم حتى ككباتن ومدربين. فعايزه اتكلم في النقطه دي معاك يا دكتور، في نفس الوقت عايزه اروح للشق الطبي، لان اللي انا اعرفه ان في دكتور متوافر وهو يعني على درجه عاليه جدا من الكفاءه بصراحه، ويمكن في كيسز كمان كابتن عجمي كان بيحكي لي عنها نعرفها برضو منك. لا طبعا في البدايه الولاد دولت حاجات بسيطه جدا وحالات بسيطه جدا بالنسبه للروح بتاعتهم. طبعا بيدينا امل جامد جدا في الحياه، بيدينا طاقه ايجابيه جدا لما بنشوف اللي هو الاراده بتاعتهم اللي هو التحدي الرياضه او فني او اي حاجه بالنسبه لهم. طبعا هي امكانيات، واحنا بنلعب او بنشتغل في النادي هنا على تنميه الامكانيات دي او تنميه المهارات بحيث نوصل منهم لاعلى مستويات. واقل حاجه الاولاد دول بيتعمل من النادي بينبسطوا بيها جدا. طبعا موضوع الجهاز الطبي طبعا دي يعتبر احنا اول جهاز في مصر جايبين جهاز طبي لذوي الهمم، والحمد لله دي كانت لفته كويسه جدا من النشاط الرياضي ومجلس اداره النادي بعد ما ظهر جائحه كورونا.
صمموا اللي هو يعينوا جهاز طبي للذوي الاحتياجات الخاصه في النادي، ودي طبعا كانت لفته طيبه جدا، وطبعا سابقين بخطوه بالنسبه للانديه الثانيه. والحمد لله في البطوله اللي فاتت طبعا حصل كذا مشكله صحيه مش لاولاد الاهلي بس، لاولاد انديه كتير تم تداركها بشكل احترافي، ده اللي وصل لي. ولما وصلوا للمستشفى طبعا الدكاتره اللي قامت على الحالات شكروا جدا الجهاز الطبي بتاع النادي، لان هو قام بالاسعافات الاوليه، وقالوا فعلا الناس فاهمه شغلها جدا، وده طبعا معروف على النادي الاهلي. احنا فعلا لما بنختار جهاز طبي او جهاز فني او جهاز اداري الحمد لله بنجيب ناس ذو خبره وذو شهادات وذو شغل علمي حديث، مش يعني بنطور نفسنا يعني. الاهالي دايما بيكون زي ما كنت بقول لحضراتكم ليهم دور عظيم جدا، ولما نيجي نتكلم عن ابطالنا ابطال النادي الاهلي في الرياضات المختلفه من ذوي الهمم اكيد في قصص نجاح ووراها كواليس كتيره جدا حابين ان احنا نعرفها بقى من الامهات نفسهم. خلينا نرحب بام وهي والده لي يعني واحده من ابطال النادي الاهلي في السباحه. خلينا نتعرف بحضرتك في الاول. صباح الخير. صباح النور. ريهام فهمي مامة حبيبه سباحه في اكاديميه الشيخ زايد، نادي الاهلي الشيخ زايد، نادي الاهلي فرع الشيخ زايد. طبعا احنا النهارده التقرير بتاعنا جامع كل ابطالنا من ذوي الهمم في كل الافرع، حاجه مشرفه وحاجه عظيمه. خليني ابدا مع حضرتك قبل ما نروح للحبيبه، وعرفيني ابتدت حبيبه من سن كام، ازاي قدرتي ان حضرتك برضو تساعديها وتسري ان هي توصل للمكان اللي هي وصلها دلوقتي وتساعدنا كلنا اكيد وتجيب ميداليات للنادي الاهلي. بصي، اول ما فتحوا فرع الشيخ زايد الحقيقه كنت من اوائل المشتركين، واول ما اعلنوا عن الاكاديميه الحقيقه مشكورين طبعا السيد رئيس والكابتن عجمي من اوائل الناس اللي جهزوا اكاديميه الشيخ زايد، وهم اعلنوا ان فيها قسم للاحتياجات الخاصه. كنت فاكره الموضوع هيبقى زي بنسمع كده بره اي كباتن واي ناس واي حاجه، بس الحقيقه كانوا ما شاء الله يعني كباتن على مستوى فاهمين الحالات كويس قوي، فاهمين كل حاله محتاجه ايه، بنتي محتاجة إيه، غيرها محتاج إيه. فالحمد لله يعني الحمد لله مع صبر وطولة بال ومن ناحيتهم ومن ناحيتنا برضو ربنا وفقنا ودخلنا آخر بطولة في السبيشال أولمبيكس وخدنا ميدالية ذهب، والحمد لله يعني كللت المجهود بتاع الكباتن وبتاع الجهاز وكابتن علي. مجهود حضرتك العظيم، معلش لازم نأكد على ده، ربنا دايما كده يعني خليكي سند وظهر ليها يا رب. هي بتبقى خطوة مش متوقعة ومفاجأة، وبتشجعك ان انت عارفة زي ما تكون اشارة كده، ايه ده خلينا نكمل طبعا. خلينا نكمل، وبالتالي اكيد بتعمل كده مع الكباتن برضو طبعا. يا حبيبة اولا مبروك وميدالية جميلة جدا، واحنا فرحانين بيكي قوي. ارفعي بقى راسك عشان الناس تشوفك، واحنا فرحانين بيكي جدا. بس احكي لنا بقى انت بتحبي اصلا السباحة، احكي لنا كده ايه اللي بتتمرني ازاي، عايزين نعرف كل حاجة، كل حاجة عايزين نعرف. بحب السباحة وبتمرن باك مع كابتن أبو، مع كابتن حمدان، مع كابتن مصطفى، مع كل الكباتن، وانا عايزة اشكر الكباتن كلهم. طب مش هنشكر ماما كمان؟ نشكر ماما كمان. ربنا يوفقها ومزيد من النجاح. يا حبيبه عايزاكي بقى تبصي للكاميرا هنا وتقولي بحبك يا اهلي، لو انت احب، لو انت بتحبي الاهلي يعني. انا بحب الاهلي. طب قولي بقى بحبك يا اهلي. زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني قصص النجاح اللي احنا شايفينها اكيد وراها تعب ووراها مثابره ووراها مجهود عظيم جدا من الاهالي. خلينا نرحب ونتعرف على احدى الامهات الموجودين دلوقتي ونفهم منها يعني قصه النجاح الموجوده، وبالمناسبه ابنها بطل من ابطال الاهلي في الفروسيه. انا بصبح على حضرتك. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبي. حاجه مشرفه وحاجه عظيمه بجد، واحنا فخورين بيهم اكيد. حضرتك فخوره بيه جدا، بس خلينا في الاول نتعرف عليكي ونتعرف عليه. عز عبد الهادي، والده الفارس عبد الهادي سيد خليفه، بطل العالم في الفروسيه، في راح الصين وراح اليونان وراح ابو ظبي، والاخر بطوله كانت البحرين السنه اللي فاتت، هو جايب فيها الميداليه الفضيه. بس بصراحه يعني هو بيتعب كويس، بيتعب كتير، وربنا بيكلل نجاحه تعبه بالنجاح ان شاء الله.
تعب وراه برضو تعب من حضرتك وتعب وراه مثابرة، وزي ما أنا كنت بتكلم أكيد طبعا في تعب من كل الأسرة مش من واحد واحد، لأ، لأن في طبعا إحنا بنكبر ما كنتش أنا قادرة، إخواته بيبقوا بيساعدوه، كل الأسرة مجندة ليه بصراحة يعني. ربنا يبارك، لا ربنا يبارك لك فيه. وخليني بقى تعالى قرب هنبدل بس كده، تعالى بقى يا بطل وريني الميداليات دي ونحكي للناس برضو وجماهير النادي الاهلي بيتابعونا دلوقتي، احكي لنا بقى عن كل ميداليه. ذهب تاني فروسيه قفز. بس انت قدرت تحقق كل ده ازاي؟ ها لا عايزين نعرف بقى، احكي لنا القصه. كان عندي كذا خمس خيول ان اصل ان شاء الله نادي اكتوبر ممكن فلسطين. انتهت جولتنا وانتهى تقريرنا في 10 الصبح في الاهلي واهلي مدينه نصر، هذا الفرع اللي جمعنا فيه كل يعني ابطالنا من ذوي الهمم في الرياضه وفي الفنون. شوف حضراتكم في تقرير جديد وجوله جديده. بس قبل ما اختم، حقيقي انا نفسي زي ما كنت دايما حريصه انا وكريم في البرنامج ان احنا نستضيفهم ونتعلم منهم، عايز اقول لحضراتكم بجد الحديث معاهم بيدي طاقه ايجابيه، وانا نفسي اتعلمت منهم ومن قصص النجاح والمثابره. وطبعا كل الشكر للاهالي اللي وقفت في ظهرهم واللي ليهم دور كبير جدا ان هم يوصلوهم لهذه الدرجه. انا بشكر حضراتكم، نشوفكم في تقرير جديد و10 الصبح في الاهلي. مين بيحب النادي الاهلي؟